اليوم خامس منتزه كيتفتح في مدينه الدار البيضاء بالحله الجديده. طبعا الغرض هو تنفيذ برنامج عمل جماعه الدار البيضاء وهو فتح المنتزهات داخل كل المقاطعات. اليوم منتزه البرنوسي كيجي كخامس منتزه اليوم بمدينه الدار البيضاء بعد المنتزهات الاربع التي تم الافتتاح ديالها. طبعا مازال كنأكد هذا تتمه ولا تكمله ل الوعود طبعا اللي عطينا للساكنه وهو اننا خصنا نحاولوا نديروا له منتزه في كل مقاطعه. اليوم منتزه بست هكتارات فيه مدار رياضي، اماكن الترفيه ديال الاطفال، اماكن الترفيه ديال الشيوخ، ومدارات خاصه رياضيه. يعني هذا المنتزه عنده نكهه وهو انه غادي يحافظ على المكتسب الرياضي داخل البرنوسي. طبعا يعني جميع المعايير تم الاخذ بها في هذا المنتزه. السقي اللي ضروري ناكد عليه وهو انه اليوم كيتسقى، ان شاء الله غادي تسقى بالمياه العديمه اللي هي في طور الانجاز اليوم باش توصل البرنوصي. حنا الاشغال راها غاديه على قدم وساق. السقي حاليا كيدار عبر الطريق يعني البئر والابار اللي كاينه هنايا داخل المنتزه. خصنا نحافظوا على هذا يعني المكتسب الجديد للبرنوصي. خصنا الحمد لله نخليه في هذه الحله الجديده ونحافظوا عليه طبعا. والغرض هو اننا نزيدوا مازال في المنتزهات. هذا شرط كان عندنا وضعناه كمحور اساسي لمدينه الدار البيضاء وهو تطوير المنتزهات داخل جميع المقاطعات والعمالات. عندنا واحد المساحه اللي كنا دائما كنتكلموا لكم عليها وكنقول لكم على ان خاص تكون عندنا على الاقل 5 امتار لكل بيضاوي. الحمد لله بهذه المنتزهات الجديده تقريبا واحد 40 هكتار اللي تزادت، فاحنا غاديين في هذا المعدل اللي خصنا نوصلوا له ان شاء الله عند نهايه الولايه ان شاء الله. واللي اكيد وهو اننا بغينا نرتقيو بالمنتزهات ديالنا ونخليوها مفتوحه للعموم طيله اليوم. يعني من غادي نشوفوا اوقات ديال الافتتاح وديال الاغلاق ديال هذا المنتزه باش يبقى صالح على الدوام، باش يبقى يعني للساكنه انها تستفد منه. فهنيئا لساكنه البرنوصي بهذا المنتزه الجديد، والعقبه ان شاء الله لباقي المقاطعات. اليوم كان افتتاح ديال منتزه القدس بمنطقه سيد البرنوصي. هذا المنتزه اللي تم اعاده التهيئه ديالو من طرف جماعه الدار البيضاء عن طريق شركه الدار البيضاء للبيئه. المساحة الإجمالية هذا المنتزه تقدر ب 5 هكتارات. من المميزات ديال هذا المنتزه أنه كيتوفر على واحد المساحة شاسعة ديال المساحات الخضراء، تقدر ب 60% من المساحة الإجمالية للمنتزه. من بين المميزات الأخرى أنه هذا المنتزه سيكون منتزه رياضي 100%، بحيث أنه كيتوفر على واحد المسار للمشي والجري يقدر ب 1640 متر لينير. وبالنسبه للاطفال تما غيستافدوا من فضاءات للالعاب، بالنسبه للبالغين غيستافدوا من فضاءات للمعدات الرياضيه ممارسه الرياضه. وهذا المنتزه سيكون وهذه المساحات الخضراء غتكون مسقيه بالمياه المعالجه، بالمياه العادمه المعالجه.
ونتمنى من السكان ديال المنطقه واللي غادي يجيو لهذا المنتزه يحافظوا على الجماليه والنظافه ديال هذا المنتزه. بالنسبه لمده المشروع كانت هي 5 أشهر. الحمد لله هذا منتزه اللي كان من الاولويات ديالنا في البدايه ديال هذه المده الانتدابيه باش نوجدوا مرافق ومنتزهات للساكن السيد البرنوصي. تم التوفيق باذن الله باش يتفتح هذا المنتزه اليوم، وكاينه منتزهات اخرى ان شاء الله في الطريق ديالها، اللي منهم منتزه ديال الكلاسي، كاينه مرافق مهمه كما كتعرفوا السيد البرنوصي، ورش مفتوح، ورش ديال الطرقات، مرافق، مسابيح، مخيمات. ان شاء الله احنا العهد ديالنا ضمن البرنامج ديالنا اللي استرنا من البدايه ديال الولايه باش تكون السيد البرنوصي واحد الحله جديده. كنشكروا جميع المتدخلين، كنشكروا اعضاء مجلس المقاطعة السيد البرنوصي على الترافع ديالهم المستمد للدفاع عن المصلحه ديال السيد البرنوصي، وشكرا. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.